السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى. مرحبا أبنائي وبناتي تلميذ الصف الخامس الابتدائي، ومع الدرس الخامس في الوحدة الخامسة ضرب الكسور العشرية حتى جزء من 100. أهداف التعلم في هذا الدرس أبنائي، أستطيع أن أستخدم الخوارزمية المعيارية لضرب الكسور العشرية حتى جزء من 100، وأستطيع أن أستخدم التقدير للتحقق من معقولية إجاباتي. استكشف أيها التلميذ موضع العلامة العشرية. الرياضيات مهمة للأطباء، يجب أن يتسم الأطباء بالدقة في عملياتهم الحسابية وقياساتهم، وخاصة عندما يصفون دواء للمرضى. إن وضع العلامة العشرية في موضع خطأ قد يسبب مشكلات كبيرة. أرقام ناتج الضرب في كل مسألة مكتوبة، ولكن العلامة العشرية غير موجودة. حدد موضع العلامة العشرية الصحيحة في ناتج الضرب من غير استخدام عملية الضرب. تعالوا أبنائي الأعزاء بنشوف كيف من غير ما نضرب نحن نستطيع أن نصل إلى مكان العلامة العشرية. أقول لكم على حاجة أبنائي سهلة جدا إن شاء الله، وتستطيع وضع العلامة العشرية في مكانها الصحيح. تنظر إلى المسألة وتشوف، تعد من الطرفين. الضرب كما تعلمون طرفين، طرف أيمن وطرف أيسر، وبعده يساوي. تعد يا ابنائي تشوف العلامة العشرية بعد كام رقم في الطرف الأيسر، وتعد كام رقم بعد الطرف الأيمن، وتعد وتجمعهم مع بعض، يبقى العلامة بعد ايه؟ مجموع الاتنين. يعني هنا العلامة العشرية بعد التمانية اللي هي 8 من 10، يبقى رقم 1، والعلامة التانية العشرية موجودة قبل الأربعة اللي هي من 10 أيضا، يبقى بعد رقم 1. يبقى إذا يا ابنائي بعد التمانية 1، وبعد الأربعة 1، يبقى 2. يبقى إذن العلامة العشرية هضعها بعد رقمين، بس لما أجي أعد من جهة اليمين من الرقم الأصغر، من الرقم إيه؟ الأصغر، لأن هي موجودة عند الرقم الأصغر، فلما أجي أحطها عند الرقم الأصغر، ما أحطهاش عند الرقم الأكبر. فلو عديت من اليمين يبقى كده أخطأت، فلما أجي أعد من إيه؟ من لو عديت من اليسار يبقى أخطأت، أعد من اليمين من الإيه؟ من جهة الآحاد ومن جهة الكسور العشرية. 1 2، يبقى هتبقى موجودة بعد 92. يبقى الإجابة الصحيحة يا ابنائي ستكون فين؟ موجودة بعد الرقم اللي هو 92. طب تعالوا الرقم 2 يا ابنائي الأعزاء، بيقول لي 32.4 في 5.3، نعد يا ابنائي بعد الأربعة العلامة العشرية من الناحية اليسار، وبعد الثلاثة من العلامة العشرية من جهة اليمين، يبقى بعد رقمين، يبقى تتحط بعد 72. عد 1 2 2 و7، يبقى تتحط بعد الايه؟ بعد 72، بعد رقمين يعني. رقم 3، 11.68 في 2.4. هنا يا ابنائي نعد 1 2 جهة اليسار، 3 جهة اليمين، يبقى بعد ايه؟ بعد 3 ايه؟ 3 أعداد، 3 أرقام من جهة اليسار اليمين. تعالوا يا ابنائي نكتبها، 3 أرقام بعد جهة ايه؟ اليمين. طب تعالوا يا ابنائي نشوف الأخيرة، 15.4 في 0.49. نعد يا ابنائي الأعزاء بعد الأربعة 1، وبعد هنا 49 3، يبقى 3 أرقام، يبقى أحطها بعد 3 أرقام، هتبقى بعد ايه؟ يعني هتتحط مكان ايه؟ هي هنا الرقم بتاعي 7546، يبقى الناتج هيبقى 7546 من 1000. هتحط ايه؟ بعد يعني ايه؟ بعد رقم 5، بعد رقم كام؟ بعد رقم 5. كده يا ابنائي وضعتها في مكانها الصحيح بعد 3 ارقام. احفظوا ابنائي الاعزاء هذه القاعده، ان انت لما تيجي تحط العلامه العشريه في حاله الضرب بتعد الايه؟ الرقم بتاعك، وتشوف العلامة العشرية موجودة جهة اليمين في الضرب الأول بعد كام رقم. إن كانت بعد رقمين يبقى إيه؟ تعدها على الرقم الثاني وتشوف. إن كانت بعد رقمين يبقى تحط بعد 4 إيه؟ أرقام. كانت بعد 3 أرقام يبقى تحط بعد 3 أرقام. بعد رقم 1 تحط بعد إيه؟ بعد رقم 1. ما أنت ممكن تضرب رقم عادي في إيه؟ رقم صحيح في رقم إيه؟ عشري. هتحط كده هتضطر ايه؟ لو كان 1 من 10 يبقى تحطها بعد ايه؟ هتحطها بعد رقم 1، بعد ايه؟ رقم 1، بحيث يطلع 1 من 10 مثلا. اما لو ضربت مثلا رقم 10 في رقم 10 هتطلع ايه؟ تجمع الاثنين مع بعض هتلاقيهم ايه؟ الناتج هيبقى ايه؟ من 100، وهكذا. تعلم التشابه والاختلاف. تعالوا نشوف ابنائي التشابه والاختلاف بين هاتين المسالتين.
يقول لي راجع المسألتين اللتين تم حلهما لك كما هو موضح، حدد أوجه التشابه والاختلاف في المسألتين، استعد لمشاركة أفكارك مع زملائك في الفصل. عندما ننظر أبنائي وبناتي الأعزاء إلى هذه المسألة، انظروا جيدا إلى هذه المسألة، هنلاقي أبنائي إن هو هنا عمل إيه؟ جاب المسألة بتاعتي اللي هي عبارة عن عدد صحيح ورقم عشري، في مضروبة في عدد صحيح، طبعا مفيش هنا عدد صحيح رقم عشري، يبقى عدد صحيح ورقم عشري مضروبة في إيه؟ في كسر عشري اللي هو 18 من 100، ودي 3 من 100، 4 و3 من 100. الضرب هنا، بعد ما ضرب أبنائي الأعزاء نلاحظ إن هو إيه؟ في حالة الضرب الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات ما حطش أي علامات، يعني هنا في الخانة رقم واحد والخانة رقم اتنين ما حطش أي علامات، تمام. طيب جه عند الجمع أبنائي، بعد ما جمع المسألة بتاعته راح عمل إيه؟ عد هنا العلامة موجودة بعد كام رقم فوق وتحت، وراح حاططها بعد تلات علامات، يعني حط إيه؟ هنا تلاتة رقم واحد وال 18 رقمين، يعني رقمين ورقم تلاتة، فالعلامة كده كأنها إيه؟ بعد تلات أرقام، فجه تحت في النتيجة وحط إيه؟ بعد ما جمع طبعا أربعة تنزل، والأربعة وتلاتة سبعة، والأربعة وتلاتة سبعة، يعني الناتج 774، وراح عادد واحد اتنين تلاتة وحط العلامة العشرية بعد الرقم سبعة، يعني خلى الرقم كله عبارة عن 774 من 1000. دي أبنائي الأعزاء كده خلص المسألة بتاعته، يعني كأنه ضرب ضرب عادي، بس جه في الآخر جمع العلامة العشرية الأرقام اللي بعد العلامة العشرية وراح حاططها بعد إيه؟ بعد تلاتة. تعالوا نشوف هنا، هنا أبنائي ضرب إيه؟ ضرب عدد صحيح في عدد صحيح، مفيش أي علامة عشرية هنا، واتبع نفس النظام اللي عمله هنا، أحد تحت أحد وعشرات تحت عشرات، وضرب طبعا 3 في 8 ب 24 واتنين، ومعانا اللي حط 4، 3 في 8 ب 24، 4 معانا الاثنين فوق حط على العشرات، بعد كده ضرب 8 في 4، 4 في 8 ب 32، 32 وحط عليها 2 34، ونزل المسألة زي ما هي، بعد كده ضرب حط صفر تحت الأربعة الأحاد، وضرب 1 في 4 ب 1 في 1 في 3 ب 3، 1 في 4 ب 4، جمع بعد كده الأربعة تنزل، 3 ب 7 3 و4 7 و3 و4 7. هنا ما حطش اي علامه، ليه؟ لان اصلا المساله ما فيهاش علامه عشريه، ما فيش كسر عشري في المساله، فحط الرقم رقم صحيح 774، وطبعا زي ما انتم عارفين الرقم ده اكبر من ده لان ده عباره عن كسر عشري. طيب ايه اللي هنلاحظه هنا ابنائي الاعزاء؟ نلاحظ هنا ابنائي الاعزاء ان عمليه الضرب في مساله ليس بها كسور عشرية هي عملية الضرب في مسألة بها كسور عشرية، حتى لو كانت المسألة كلها كسور عشرية. أمال إيه الفرق يا أستاذ؟ الفرق هو حاجة بسيطة جدا أبنائي الأعزاء، إن أنت بعد ما تضرب ولا كأنك شايف العلامات، ولا كأن العلامات موجودة، ولكن تنسى العلامات خالص في أثناء الضرب، ولكن بعد ما تنتهي من عملية الضرب ويطلع الناتج، اذهب إلى المسألة وعد العلامات أو الأرقام العشرية، عدها كام واحدة في الرقمين المضروبين أو العددين المضروبين. إذا لقيتهم بعد تلاتة يبقى تنزل تحت تحط العلامة بعد تلاتة، إذا لقيتهم بعد اتنين يبقى تنزل تحت تحطهم بعد اتنين، مع ملاحظة أبنائي تجمع فوق وتحت، فوق وتحت، يعني هنا واحد رقم واحد وهنا اتنين تلاتة. يبقى أبنائي الأعزاء هو ده الإيه؟ الغرض من ان انا اوضح لك الفرق بين المسالتين، يعني هو عايز يوصل لك معلومه، ساعات تيجي تضرب رقم عشري في رقم عشري ما تهتمش ابدا بالايه؟ العلامات العشريه، ما فيش اهتمام خالص الا في النهايه خالص لما يطلع الناتج، بعد ما يطلع الناتج بتاعك عدد صحيح هتطلع تعد الارقام العشريه كم رقم، او الارقام اللي من 100 كم رقم، وتروح تحط العلامه بعدد الارقام، بس هو عايز يعلمك كده اهو. تعالوا أبنائي الأعزاء نقوم بضرب هذه المسألة، نلاحظ أبنائي أن هذه المسألة 3 و 6 و 4 من 10 في 29 و 35 من 100. طيب عند الضرب يا أبنائي الأعزاء اتبع هذه القاعدة، هتلاقي المسألة بتاعتك فيها عند ضرب الكسور العشرية، هتلاقي المسألة بتاعتك فيها إيه؟ علامات عشرية، العلامة العشرية في الرقم الأول بعد رقمين، والعلامة العشرية في الرقم الثاني 3 و 4 من 10 بعد رقم. عند الضرب يا أبنائي
لا تنظر الى العلامات العشريه ابدا الا في النهايه، بعد ايه؟ بعد ظهور النتيجه، بعد ما تطلع النتيجه بتاعتك انظر ايه هيجي دور العلامات العشريه. يبقى القاعده بتاعتك يا ابني لما تيجي تضرب ما تنتبهش للعلامات العشريه ابدا الا في النهايه عند ايه؟ لما تظهر النتيجه، وتروح عادد الارقام اللي موجوده بعد العلامه العشريه فوق وتحت، شوف لو كانت 3 لو كانت 4 لو كانت 2 لو كانت 1، وتروح حاططها تعد في النتيجه وتشوف بعد كم رقم 3 تعد. إذا كان 3 أرقام تعد وتحط العلامة بعد الثلاث أرقام وهكذا. هنشوف في المسألة دي 4 في 5 ب 20، 4 في 5 بكام؟ ب 20. يبقى 4 في 5 ب 20، هحط طبعا إيه؟ الصفر وهطلع بالاتنين، هحط الصفر وهطلع بإيه؟ بالاتنين. طيب بعد كده هضرب 3 في 4 ب 12، 12 و2 14، 12 و2 14. طيب بعد كده هواتي هطلع على الثلاثة وأحط إيه؟ على التسعة وأحط 1. يعني قلت 3 4 في 3 ب 12 و2 14، نزلت ال 4 وطلعت على 9 ب 1. بعد كده هضرب ال 4 في 9 بكام؟ 4 في 9 ب 36. طب 36 و1 يبقى 37، 7 ومعانا ال 3 نحطها فوق على ايه؟ على ال 2. طيب اضرب 2 في 4 ب 8، 8 و3 11. ده ضرب الآحاد. بعد كده هضرب ايه؟ العشرات اللي هي التلاتة، بس لازم قبل ما اضرب العشرات التلاتة احط صفر تحت الصفر الخانة الأولى، واضرب 3 في 5 بكام؟ في الأول نمسح ايه؟ نمسح اللي احنا أضفناه من فوق ده، لأن ايه؟ 3 في 5 ب 15، 5 5 5 ومعانا الواحد، 3 في 5 ب 15، 5 ومعانا الواحد، و3 في 3 ب 9، 1 10. 1 10، يبقى 3 في 3 ب 9 هو 1 10، ننزل الصفر ونطلع بالواحد فوق التسعة، و3 في 9 ب 27، 1 28، 8 وإيه؟ و20، يبقى 3 في 9 ب 27، 1 28، وهنا نحط 2، 2 في 3 ب 6، و2 8. الصفر ينزل 4 و 5 9، 7 تنزل 8 و 1 9، و 8 و 1 9. تعالوا نعد يا ابنائي، كده هيجي دور ايه؟ العلامات العشرية. نعد فوق هنا يا ابنائي موجودة العلامة العشرية بعد رقمين، يعني 35 من 100 يعني رقمين، وموجودة تحت هنا بعد رقم واحد اللي هو 4 من 10، هنعد 1 2 3، يبقى نحط العلامة العشرية بعد كام رقم أبنائي؟ نحط العلامة العشرية بعد 3 أرقام، يبقى نحطها هنا في الحتة دي. نحطها فين؟ في الحتة ديت كده يا أبنائي. نحط العلامة العشرية بتاعتك هنا في الحتة دي. يبقى كده 99 و790 من 100، هو ده الحل أبنائي الأعزاء. بعد كده يا ابنائي تعالوا نضرب 17 من 100 في 8 و92 من 100. برضه يا ابنائي الاعزاء لا نراعي اي اهتمام للعلامات العشريه، هنضرب الرقم ولا كان في علامات عشريه ولا اي شيء. هنضرب اول حاجه 7 في 2، 2 في 7 بكام يا ابنائي؟ 2 في 7 ب 14، 2 في 7 بكام؟ ب 14، نحط الاربعه ونطلع بالواحد فين؟ على التسعه فوق. بعد كده 7 في 9 بكام يا ابنائي؟ 7 في 10 ب 70، و7 في 9 ب 63، 63 و1 يبقى 64، هننزل الاربعه ونطلع بايه؟ ننزل الاربعه ونطلع بالسته، نحط السته هنا يا ابنائي. بعد كده 7 في 8 بكام؟ 7 في 7 ب 49، و7 في 8 ب 56، 56 و6 2 وايه؟ 62، 56 و6 62، هنحط الاثنين وجنبها برضه السته، كده خلص الرقم الاولاني. بعد كده يا ابنائي هنحط صفر تحت الاربعه زي ما كنا بنحط في الايه؟ في الطرق الاولانيه. هنضرب 1 في 2 ب 2، 1 في 2 بكام؟ ب 2، 1 في 9 ب 9، طيب 1 في 8 ب 8، ونجمع ابنائي الاعزاء 0 و 4 تنزل 4، 2 و 4 6، 9 و 2 11، ونطلع بالواحد فين؟ فوق. 1 و6 7 و8 15، يبقى الرقم بتاعي يا ابنائي هو ده اللي طلع عندي.
طيب تعالوا يا ابنائي نعد العلامات العشرية الموجودة بعد كام رقم؟ 1 2 3 4. هنا يا ابنائي العلامات العشرية موجودة بعد 92 و17 أربع أرقام، يبقى تعالوا عد أربع أرقام يا ابنائي الأعزاء، وهنا هعمل إيه؟ وأحط العلامة العشرية. 1 2 3 4 يبقى أحطها بعد إيه؟ أحطها بعد الخمسة هنا في هذا المكان. هنا في هذا المكان هتكون العلامة إيه؟ العشرية يا ابنائي الأعزاء. هتكون العلامة العشرية. العلامة العشرية. يبقى الناتج بتاعي واحد صحيح و 5000 او 5000 ايوه 5174 من 10000. كده انتهت المساله ابنائي الاعزاء. تعالوا هنا ابنائي الاعزاء نقوم بضرب 24 من 100 في 43 و 2 من 10. تعالوا هيا ايها الاعزاء نقوم بالضرب ان شاء الله. هنضرب 4 في 2 بكام؟ 2 في 4 ب 8، 2 في 4 ب 8. طيب بعد كده يا ابنائي 3 في 4 ب 12، 2 ومعانا الواحد. 3 في 4 ب 12، 2 ومعانا الواحد، بنحطه فوق الأربعة. بعد كده 4 في 4 ب 16 و1 17. بعد كده هنضرب الاثنين في الاثنين، بس نحط الصفر الأول هنا. 2 في 2 ب 4. و2 في 3 ب 6 و2 في 4 ب 8. نجمع بعد كده يا ابنائي 8 و0 8 و4 و2 6 و6 و7 13. هنطلع بالواحد فوق هنا يبقى 1 و1 2 يبقى تبقى 10. نعد العلامات العشرية موجودة بعد كام رقم فوق يا ابنائي؟ الاثنين وال24 بعد ثلاث ارقام. يبقى هنيجي هنا في الحته دي بعد ثلاث ارقام ابنائي ونعد 1 2 3، يعني بعد الثلاثه، بعد الثلاثه نحط العلامه ايه؟ العشريه. بعد الثلاثه نحط العلامه العشريه، نحطها هنا في هذا المكان. يبقى كده 10 و3 و368 من 100. 10 و368 من 100. طب تعالوا يا ابنائي نضرب هنا 3، هنا دي 35، 35 معذرة يا ابنائي، 35 فعلا، 35 في 1.74 من 100. 5 في 4 بكام؟ 5 في 4 ب 20، 5 في 4 ب 20، 5 في 4 ب 20 نحط الصفر ونطلع بالايه؟ الواحد نحطه فوق السبعة. وخمسة بسبعة بخمسة وتلاتين، واحد ستة وتلاتين، ستة ومعانا التلاتة نحطها فوق ايه؟ فوق الواحد. خمسة في واحد بخمسة وتلاتة تمانية. طيب بعد كده نحط صفر تحت الصفر. تلاتة في أربعة باتناشر، اتنين ومعانا الواحد، نحط واحد تاني فوق. تلاتة في أربعة باتناشر، اتنين ومعانا الواحد، تلاتة في سبعة بواحد وعشرين، واحد تاني اتنين وعشرين، اتنين ومعانا الاتنين فوق. وتلاتة في واحد بتلاتة واتنين خمسة. يبقى المسألة بتاعتي جمع الصفر مع الصفر ينزل، واتنين وستة تمانية، واتنين وتمانية واتنين عشرة، صفر ومعانا الواحد نطلع بيه فوق نحطه فوق الخمسة، هيبقى كام؟ يبقى ايه؟ ستة. نحط الستة، ينزل الصفر، تمانية، صفر، ستة. طيب كام رقم فوق يا ابنائي الاعزاء؟ رقمين. يبقى احطها بعد كام؟ احطها بعد رقمين. احط العلامة العشرية بعد ايه؟ بعد رقمين. العلامة العشرية احطها بعد رقمين، احطها هنا. ادي فايدة العلامة العشرية، بستخدمها في الاخر خالص بعد ما تظهر النتيجة، اعد واشوف احطها فين. تعالوا يا ابنائي نضرب هنا 6 و9 من 10 في 2 و43 من 100. أول حاجة يا ابنائي الأعزاء بنضرب الأحاد مع الأحاد، 9 في 3، 3 في 9 ب 27، 7 ومعانا الاثنين بنحطها فوق. الاثنين بنحطها فين؟ بنحطها فوق. طيب 4 في 9 بنضرب بعد كده 4 في 9 بكام؟ ب 36، 36 و2 يبقى 38، 8 ومعانا الثلاثة نحطها فوق الثلاثة. 2 في 9 ب 18، 18 و3 21، واحد والاثنين تنزل على طول. معذرة يا ابنائي الخط اللي بعدين. بعد كده هنحط الصفر تحت السبعة.
ونضرب 6 في 3، 6 فوق في 3، 3 في 6 في 18، 8 ومعانا الواحد، نحط الواحد ايه؟ فوق. نحط الواحد فين؟ فوق على الأربعة، وأربعة في ستة بأربعة وعشرين، واحد 25، 5 ومعانا الاتنين نحطها فوق، واتنين في ستة باتناشر، واتنين 14. نجمع بعد كده أبنائي، السبعة تنزل زي ما هي، 8 و8 16، ومعانا واحد نحطه فوق، واحد واحد اتنين، 2 و5 7. بعد كده هواتي طبعا 4 و2 6، والواحد ينزل، يبقى الناتج بتاعي طبعا ما اقدرش اجراه دلوقتي الا لما احط العلامه العشريه فوق. عندي ابنائي عد العلامه العشريه بعد كام؟ بعد رقمين ورقم، يعني بعد ايه؟ 2، يبقى بعد رقمين فوق ورقم تحت يبقى يساوي كام؟ يساوي 3، يبقى العلامه العشريه تبقى بعد 3 ارقام. يبقى احط العلامه العشريه ابنائي بعد ايه؟ 767 من 1000، 767 من ايه؟ من 1000. بعد كده نضرب 64 من 100 في 10 و21 من 100، 4 في 1 ب 4. 4 في 1 بكام؟ ب 4. و 4 في 2 ب 8. و 4 في 0 ب 0. و 4 في 1 ب 4. بعد كده نبدا ايه؟ نحط صفر هنا في الخانه دياتي، ونضرب ال 6 في الواحد ب 6. و 6 في 2 ب 12، 2 ومعانا الواحد، نحط ايه؟ فوق هنا. على الصفر، وستة في صفر بصفر يبقى الواحد هينزل، واربعة في واحد معذرة ابنائي، وستة في صفر بصفر والواحد ينزل. وبعد كده نضرب الستة في الواحد بستة، ونجمع بعد كده الاربعة تنزل، وستة وتمانية كام؟ ستة وتمانية هنا ابنائي 14، اربعة معانا الواحد فوق، يبقى عندي كده واحد واتنين تلاتة. بعد كده 4 1 5، والستة تنزل زي ما هي مع 10 ارقام، يبقى ده الرقم يا ابنائي. نعد عدد ابنائي فوق، العلامة العشرية بعد رقم 2 3 4، العلامة العشرية بعد رقمين من فوق ورقمين من تحت مجموعهم يساوي 4، العلامات العشرية 1 2 3 4، يبقى العلامة العشرية هتبقى ايه؟ بعد الخمسة يا ابنائي الأعزاء، العلامة العشرية هتبقى بعد ايه؟ بعد الخمسة هنا في الحتة دي كده، دي العلامة العشرية، يبقى 6 و505344 من كام؟ من 5000، يبقى دي هتبقى ايه؟ من 10000، كانها من 10000 ابنائي، وكده انتهت المساله. بعد كده بيقول لي فكر، تدور مناقشه بين تلميذين حول اجابه تلميذه موضحه هنا، اقرا المناقشه ونفذ المطلوب. هنا جاب لي مساله، وهذه المساله قال لي ده طبعا ضارب لي هنا، بيقول لي 4 في 6 ب 24، حط الاثنين فوق، 4 في 1 ب 4 و2 6. بعد كده ضرب ايه؟ 4 2 في 4 ب 8، و2 و4 في 4 ب 16 نزل 16. طيب بعد كده حط صفر، تمام. بعد كده ضرب ايه؟ يبدا من الثلاثه اللي هي في خانه المئات، 3 في 6 بايه؟ 3 في 6 ب 18، حط ال 8 وطلع بايه؟ بالواحد. طيب تمام، حط الثمانية وطلع بالواحد. طب لما طلع بالواحد المفروض يحط فين؟ هو ضرب في الأربعة، المفروض يحطه في الرقم اللي جنب الأربعة الستة، لأن هو اللي جاي عليها الدور دلوقتي في الضرب. لا هو عمل إيه؟ ما حطوش على الستة وراح حطه على الثمانية، حط الرقم على إيه؟ على الثمانية. يبقى كده المسألة بيها غلط، لأن هو لما يجي يضرب هنواتي هيضرب بعد كده 3 في 6 ب 18، 8 ومعنى الواحد يحط فوق الستة، و3 في 1 ب 3 و1 هيبقوا كام؟ 3 في 1 ب 3 و1 هيبقوا 4. المفروض هو عاد ايه؟ فكر، الكتاب عن الرياضيات، تدور مناقشات بين تلميذتين حول إجابة تلميذة موضحة هنا، اقرأ المناقشة ونفذ المطلوب. التلميذة الأولى ضربت 3.4 في 42.16 من 100، ضربت أول حاجة الرقم 4 في 6 ب 24 ومعانا الـ 2، و4 في 1 ب 4 و2 6، بعد كده 2 في 4 ب 8، وبعد كده 2 في 4 في 4 ب 16، نزل الرقم كامل،
بعد كده حط الصفر تحت الأربعة تمام، ضرب التلاتة في ستة بتمنتاشر، ومعانا الواحد فوق على الواحد، وتلاتة في واحد بتلاتة، وواحد أربعة نزلت الأربعة، وتلاتة في اتنين بستة نزلت الستة، وتلاتة في أربعة باتناشر نزلت الاتناشر، جمعت بعد كده الأربعة تنزل، وستة وتمانية ستة وتمانية أربعتاشر، حطت الأربعة وطلعت بالواحد فوق فوق التمانية، يبقى تسعة، تسعة وأربعة تلاتاشر، تلاتة ومعانا الواحد فوق فوق الستة، يبقى سبعة، وستة سبعة وستة يبقى تلاتاشر، حطت التلاتة وطلعت بالواحد فوق، بقيت اتنين، واتنين أربعة، وبعد كده نزلت الواحد، وحطت العلامة العشرية، عدت فوق واحد اتنين تلاتة، وراحت منزلة العلامة العشرية بعد تلات إيه؟ أرقام. طيب ممتازة، هذه التلميذة إجابتها ممتازة، هذه التلميذة إجابتها إيه؟ ممتازة. هذه الإجابة صحيحة. تعالوا نشوف المثال الثاني. البنت الثانية ضربت نفس الرقم في فوق، فكتبت التقدير يساوي، وعملت إيه؟ البنت الثانية طبعًا عملت إيه؟ عملية تقدير وليس عملية ضرب فعلي كما إيه بناخذ. فقدرت وقالت أنا هاخدها 42 وهضربها في 3 وبلاش من الكسور الموجودة دي، فقالت 42 في 3 2 في 3 ب 6 و3 في 4 ب 12 يبقى 126. طيب دلال بتقول أعرف أن التلميذة وضعت العلامة العشرية بشكل صحيح لأن 143.334 قريب من تقديرها وهو 126. طيب ضحى قالت أعرف أن التلميذة وضعت العلامة العشرية بشكل صحيح لأن ناتج الضرب النهائي به ثلاثة أماكن عشرية ويوجد ثلاثة أماكن عشرية في كلا العاملين في المسألة. إذن أبنائي لو نلاحظ أن هذه البنت يعتبر بنت واحدة لحالة المسألة، بس هم يتناقشوا على حل إيه؟ البنت، حل البنت، يعني هي الموضوع مش محتاج صح ولا غلط، فكلاهما صحيح لأن دي برضو نفس الكلام، دي برضو إيه؟ تقديرا صحيحة، يعني الاثنين صحيح وكل حاجة، بس هو عايز يتناقش في موضوع الإيه؟ هل هي طلعت بفائدة من المسألة ولا لا. بعد كده طبعا بيقول لك إن في المثال بتاعي دهواتي هي يعتبر هل تتفق مع دلال أم ضحى؟ طبعا أنا هتفق مع مين؟ هتفق مع ضحى، لأن كلام ضحى كلام سليم وصحيح أكثر، وهو وضع العلامات العشرية بعد ثلاث أرقام لأن عديت في العوامل الضرب وجدتها بعد ثلاث أرقام. كده يا أبنائي أكون وصلت معكم لنهاية هذا الدرس، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة. مع العلم يا أبنائي وبناتي، هو بيقول لي هل تستطيع عد الأماكن العشرية؟ أقول له نعم، يمكن عد الأماكن العشرية في العاملين ووضع الكسر العشري في ناتج الضرب. طبعا ده موضوع معروف ان انا لازم اعد الكسور العشريه، هو الحاجه الاساسيه اللي موجوده في الفرق بين الاعداد الطبيعيه، الاعداد الصحيحه، والاعداد الكسور العشريه، هو موضوع عد ايه؟ عد هذه الايه؟ الاعداد ووضع العلامه العشريه في مكانها الصحيح، هو الحاجه الوحيده دي اللي الفارق بينها وبين الاعداد الصحيح. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والاعجاب بالفيديو.